السلام عليكم، الله يعطيكم العافيه. ملوك الصيد اليوم يا شباب على السمك. طريقه الصيد علم حجره شبر قياس 24. طبعا انا بديكم طرف طبعا العلم، شوف ما شاء الله، شوف فرخ اكبر من شبر. هاي الطريقه لبين ما يشتغل الفري وعصفور التين ينقر. هلا عم نودع السمك، تعالوا شوفوا الطريقه شلون. طبعا هذا العلم من زدته مع مي سريعه. هيك في الشكل من زدته هيك والعلم يمشي، نحن بنمشي معه. طبعا كل شيء سمك، السمك بيمشي بعكس التيار. كل شيء سمك طالع طلوع، المي غمائتها متر بس سريعه كثير، نضل ماشيين معه لحتى يضرب فيها الافراز. ونسحبهم ان شاء الله يعني للمساء السهره بنستفاد. حياكم الله يا استاذ، يعطيكم العافيه جميعا.